السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام مشتركي القناة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتتمة السلسلة الترتيب في R بالنسبة للمستوى الجذري المشترك الجزء الثاني. التمرين العاشر، قارن العددين 2 جذر مربع 7 و3 جذر مربع 3. بالنسبة للسؤال الثاني فهو 3 جذر مربع 3 ناقص 2 جذر مربع 7 كل سي 2، وثالثا بسط العدد A بحيث A يساوي جذر مربع 55 ناقص 12 جذر مربع 21، ورابعا علما أن جذر مربع 7 محصور ما بين 2 جذر 6 و 2.6 و 2.7، وجذر مربع 3 محصور ما بين 1.7 و 1.8، حدد تأطير العدد A. كبداية بالنسبة للسؤال الأول، تأطير أو مقارنة العددين 2 جذر مربع 7 و3 جذر مربع 3. بالتالي سوف أرفع العددين أس 2، 2 جذر مربع 7 لكل أس 2 هي 28، و3 جذر مربع 2 أس 2 عفوا يساوي 27، لأنه 3 أس 2 في 3 يساوي 27، بما أن 2 جذر مربع 7 أكبر من 3 جذر مربع 3 أس يعني أس 2، لأن 28 أكبر من 27، وبالتالي فإن 3 جذر مربع 3 غتكون أصغر من 2 جذر مربع 7، لأن 2 جذر مربع 7 أس 2 هو اللي كبير. ألوغ ثانيا لنحسب 3 جذر مربع 3 ناقص 2 جذر مربع 7 أس 2، بالتالي 3 جذر مربع 3 ناقص 2 جذر مربع 2 7 أس 2 باستعمال المتطابقة الهامة ديال A ناقص B أس 2 هي A أس 2 ناقص 2 في A في B زائد ب أس 2، بالتالي فهي تساوي 27 ناقص 12 جذر مربع 21 زائد 28 اللي هو يساوي 55 ناقص 12 جذر مربع 21. ألوغ السؤال 3، لنبسط أ بحيث يساوي 5 ناقص 12 جذر مربع 12 جذر مربع 21 كل شيء جذر مربع. هنا غادي نرجع للسؤال، دونك أ يساوي جذر مربع 55 ناقص 12 جذر مربع 21 اللي هو يساوي هذا السؤال الموالي، يساوي 3 جذر مربع 3 في 2 جذر مربع 7 كل أس 2. إذا أزلنا القيمة المطلقة باستعمال الخاصية التالية، جذر مربع إكس أس 2 جذر مربع إكس أس 2 فهو يساوي القيمة المطلقة للعدد إكس. بالتالي القيمة المطلقة، وإذا كان العدد موجب فسوف تبقى القيمة المطلقة هي نفسها، ولكن في هذه الحالة عندنا 3 جذر مربع 3 أصغر من 2 جذر مربع 7، يعني أن 3 جذر مربع 3 ناقص 2 جذر مربع 7 أصغر من 0، بالتالي عدد سالب، يعني أن في نحيد القيمة المطلقة خصني نقلب الأطراف اللي هو القيمة المطلقة ديال A ناقص B، إذا كان A أصغر من B هي B ناقص A. ألوغ بالنسبة للسؤال الأخير، تأطير العدد A علما أن جذر مربع 7 وجذر مربع 3. ألوغ بالنسبة بما أن A يساوي جذر مربع A يساوي جذر مربع 55 ناقص 12 جذر مربع 21، أو بصيغة أخرى يساوي 2 جذر مربع 7 ناقص 3 جذر مربع 3، وبالتالي سوف أؤطر هذه الصيغة هذه لأن اللي هي 2 جذر مربع 7 ناقص 3 جذر مربع 3. دونك كبداية غادي ندير التأطير ديال جذر مربع 3، ومن بعد التأطير ديال جذر مربع 3 عندنا، دونك غادي ندير التأطير ديال 3 هي ناقص 3 في جذر مربع 3. ألوغ 3 جوج، عندنا جذر مربع 7 محصور ما بين 2.6 و 2.7، غادي نضربها في 2 جذر مربع 7 تعطينا 5.2 و 5.4، وجذر مربع 3 محصور ما بين 1.7 و 1.8، غنضربها في 3 غادي تعطينا 5.1 و 5.4. ألوغ بالتالي التأثير ديال ناقص 3 جذر مربع، غادي نقلب الأطراف وغتجيني ناقص 5.4، وجوج أخرى غتمشي ليها ناقص 5.1، ومن بعد غادي نجمع هاد الأطراف بجوج، هذا مع هذا وهذا مع هذا، باش يعطينا 2 جذر مربع 7 ناقص 3 جذر مربع 2 اللي هي القيمة ديالو هي A، هي 5.2 ناقص 5.4 هي ناقص 0.2، و 5.4 ناقص 5.1 اللي هي 0.3، وهذا هو التأثير ديال العدد A ناقص 2.0 ناقص 0.2 و 0.3. ألوغ التمرين الموالي اللي هو التمرين 11، ليكون A و B عددين حقيقيين بحيث A أكبر من أو يساوي 2 و B أكبر من أو يساوي 2، نضع X يساوي جذر مربع A زائد جذر مربع B و Y يساوي جذر مربع AB زائد 1. السؤال الأول بين أن X يساوي 2 ناقص Y يساوي 2 يساوي هذه الصيغة هذه.
بالنسبة للمتساوية دائما عندنا جوج ديال الإمكانيات، أنني نبدأ من الطرف الأول وخصني نلقى الطرف الثاني، أو نبدأ من الطرف الثاني وخصني نلقى الطرف الأول، أو بعض الحالات اللي تستعصي علينا أنني ندوزو من طرفين للطرف الآخر، من طرف لطرف الآخر، تناخذ الطرف الأول وتنبدأ يعني نقوم بالعملية تتلقى واحد النتيجة، وتمشي للطرف الثاني أيضا تقوم بالعملية تتلقى نفس النتيجة، وهنا تكون المتساوي. بالنسبة لنا عندنا يعني غادي نبدا من الطرف الاول اللي هو اكس اس 2 ناقص واي اس 2 اللي هو يساوي جذر مربع ا زائد جذر مربع بي اس 2 ناقص جذر مربع ا بي زائد 1 الكل اس 2. استعمال المتطلقه الهامه من طبيعه الحال غتعطينا هنايا هي جذر مربع ا اس 2 زائد 2 جذر مربع ا جذر مربع بي زائد جذر مربع بي اس 2 ناقص ايضا هنا المتطلقه الهامه هي جذر مربع ا بي اس 2 زائد 2 جذر مربع ا بي زائد 1. بعد بما ان ا موجب وب موجب، او بصيغه اخرى هنا عندنا الاس خارج الجذر المربع، بالتالي شرط ان الاعداد ا وب فهي اعداد موجبه قطعا. عندنا ا وب دونك بالنسبه لهنا ا مع ب هي، وعندي جوج جذر مربع جوج مع ناقص جذر مربع جوج غتعطيني صفر، وتبقى ليا ناقص واحد. هنا بالنسبه لهاد الجوج حاولت نعمل بالعدد ا، بالتالي غتبقى هي ا عامل لواحد ناقص، وبقات لي هنا بي ناقص واحد اللي هي تساوي ا عامل لواحد ناقص بي ناقص، هنا قلبت الإشارة اللي هي واحد ناقص بي، وبالتالي هنا عندي نعاود نعمل واحد ناقص بي، بالتالي غتبقى لي هي ا ناقص واحد، دونك هي واحد ناقص بي عامل لي ا ناقص واحد، النتيجة المطلوبة. لنقارن العددين اكس اس 2 و واي اس 2، دونك بالنسبة للمقارنة ديال العددين اكس اس 2 و واي اس 2، عندنا اكس اس 2 ناقص واي اس 2 غادي نشوفوا الاشاره ديال هذا العدد اش موجب ولا سالب. اذا كان موجب فاكس اس 2 اكبر من واي اس 2، اذا كان سالب فاكس اس 2 صغر من واي اس 2. الو بما ان ا اكبر قطعا اكبر او يساوي 2، اذا ا اكبر قطعا من 1، وب ايضا اكبر من او يساوي 2، يعني ان ب اكبر من قطعا من 1، وبالتالي ا ناقص 1 اكبر من 0، و1 ناقص ب غادي تكون صغر من 0، بالتالي الجهد ديالهم غادي يعطيني عدد سالب، يعني ان اكس اس 2 ناقص واي اس 2 اصغر قطعا من 0، وبالتالي اكس اس 2 اصغر من واي اس 2. بالنسبه للسؤال 3 كتطبيق، لنقارن جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 وجذر مربع 6 زائد 1. كملاحظه بالنسبه لي انا هذا هو العدد اكس اللي هو جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2، يعني ان ا يساوي 3 و ب يساوي 2، وبالتالي هنا جذر مربع ا في ب هي 3 في 2 هي 6 زائد 1. دونك هنايا على هاد الصيغه هادي اللي هي ا هي 3 و ب هي 2، بالتالي اكس صغر من هنايا عندنا اكس اس 2 صغر من واي اس 2، يعني ان جذر مربع 3 زائد جذر مربع 2 اصغر من جذر مربع 6 زائد 1. التمرين الثاني عشر، دونك التمرين 12 عندنا ا و ب و سي اعداد حقيقيه، نضع ا اس 2 زائد ب اس 2 زائد سي اس 2 ناقص ا ب ناقص ا سي ناقص ب سي. بين ان 2 ا يساوي هذه الصيغه هذه. دونك بالنسبه كما طرحت في السؤال اللي في التمرين السابق، يعني بالنسبه للمتساويه ممكن نبدا من اي طرف ممكن ونمشي للطرف الاخر. الو ممكن نبدا من هذا الطرف وغادي نديروا النشر باستعمال المتطلقه العامه، وغادي نلقاو هذا الطرف اللي هو الو سي. دونك ا اس 2 2 ا، هذا هو السؤال اللي بغينا نبينو. دونك غادي نبدا من ا ناقص بي اس 2 زائد بي ناقص سي اس 2 زائد سي ناقص ا اس 2 اللي يساوي ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2 زائد بي اس 2 ناقص 2 بي سي زائد بي سي اس 2 زائد سي اس 2 ناقص 2 ا سي زائد ا اس 2. هذوك متطلقات عامه، بالتالي غتعطينا هنايا ا اس 2 زائد ا اس 2 هي 2 ا اس 2، بي اس 2 زائد بي اس 2 هي 2 اس 2، سي اس 2 زائد سي اس 2 هي 2 سي اس 2، وتبقى لنا ناقص 2 ا بي ناقص 2 بي سي ناقص 2 ا سي. بالتالي بعلم التعميل غادي تولي هي 2 عامل ل ا اس 2 زائد بي اس 2 زائد سي اس 2 ناقص ا بي ناقص بي سي ناقص ا سي، وهذه هي الصيغه ديال ا، وبالتالي تساوي 2 ا. ثانيا لنستنتج ان ا بي زائد بي سي زائد ا سي اصغر من او يساوي ا اس 2 زائد بي اس 2 زائد سي اس 2. الو لدينا ا ناقص ب اس 2 فهو عدد موجب، يعني اكبر من او يساوي صفر. نفس الشيء بالنسبه لب ناقص سي اس 2 فهو عدد موجب لان فيه اس 2 اكبر من او يساوي صفر، و سي ناقص ا اس 2 ايضا عدد موجب، بالتالي الى جمعناهم غادي يبقى عدد موجب لان مجموع اعداد موجبات يبقى عدد موجب، وهذا يعطينا بان 2 ا اكبر من او يساوي صفر، يعني ان ا اكبر من او يساوي صفر،
غادي ناخذ الصيغه اللي عندنا، يعني ان ا اس 2 زائد بي اس 2 زائد سي اس 2 ناقص ا بي ناقص اس ناقص بي سي اكبر من او يساوي صفر. غادي نرجعوا ا بي مع اس مع بي سي للطرف الاخر، غادي تبقى ا اس 2 اكبر من زائد بي اس 2 زائد سي اس 2 اكبر من او يساوي ا بي زائد اس زائد بي سي. بالنسبه للتمرين دونك استنتج بطبيعه الحال التمرين 13. بالنسبه للتمرين 13 لدينا ا و بي و سي اعداد حقيقيه موجبه قطعا، بين ان ا زائد بي اكبر من او يساوي 2 ا بي. بالنسبه للسؤال ديجا درناه في السؤال بطريقه، وهنا غادي نديرو بطريقه اخرى في التمرين في السلسله الاولى. الوغ ا جذر مربع ا ناقص جذر مربع بي اس 2 فهي اكبر من او يساوي 2. نستعمل متطبق العامه وتولي جذر مربع ا اس 2 ناقص 2 جذر مربع ا بي زائد بي اس 2 اكبر من او يساوي 0، يعني ان ا ناقص 2 جذر مربع ا بي زائد بي اكبر من او يساوي 0، بالتالي ا زائد بي اكبر من او يساوي 2 جذر مربع. هنا ا و بي عددان حقيقيان موجبان قطعا. نستنتج ان ا على بي زائد بي على ا اكبر من او يساوي 2. هنا لدينا ا زائد بي اكبر من او يساوي 2 ا بي بكل عدد ا و بي عدد موجبان قطعا. كيخفي ان ناخذ هذا هو العدد ا وهذا هو العدد بي، واستعمال السؤال الاول، يعني ان العدد الاول زائد العدد الثاني اكبر من او يساوي 2 في جذر مربع ديال العدد الاول في العدد الثاني. دونك ا على بي زائد بي على ا اكبر من او يساوي 2 جذر مربع ا على بي في بي على ا. وهنا غادي نختزلو بي وغادي نختزلو ا اللي هي تساوي 1، بالتالي فهي تساوي 2، يعني ان ا زائد على بي زائد بي على ا اكبر من او يساوي 2. ب نكتب السؤال ب، بين ان ا زائد ب عامل لواحد على ا زائد واحد على ب اكبر من او يساوي 4. دونك بعد ما نشر هادي غنشرو هاد الصيغه هادي غنلقاو بي هي 2 زائد ا على ب زائد ب على ا. بالنسبه لهاد الصيغه هادي اكبر من او يساوي في السؤال اللي قبل اكبر من او يساوي 2، بالتالي تولي 2 زائد 2 يعني انها اكبر من او يساوي 4. بالنسبه للسؤال الاخير بين ان ا زائد ب عامل لي ب زائد س عامل لي س زائد ا اكبر من او يساوي 8 ا بي س. بالنسبه للسؤال الاول غادي نستعملها بالنسبه للاعداد ا زائد ب، دونك هي اكبر من او يساوي 2 جذر مربع ا بي. وبالنسبه نستعملها ب زائد س اكبر من او يساوي 2 جذر مربع بي سي، واكبر ايضا من س زائد ا اكبر من او يساوي 2 جذر مربع س ا. بما ان كل اعداد موجبه يعني انني بالحق ندير طرف هاد الطرف هاد الطرف هاد الطرف وهاد الطرف هما غادي نضربهم، يعني غنستعمل الجداء بالنسبه لهادو وايضا بالنسبه للاطراف، يعني ان ا زائد ب عامل لب زائد س عامل لس زائد ا غادي تكون اكبر من او يساوي جذر 2 جذر مربع ا بي في 2 جذر مربع بي سي في 2 جذر مربع ا سي، اللي هي هنا بالنسبه لنا تبقى هي هي ماغاديش تبدل، اكبر من او يساوي 2 في 2 في 2 هي 8 في جذر مربع ديال ا اس 2، لان عندي انا ا مع ا وعندي بي مع بي وعندي سي مع سي، ا اس 2 بي اس 2 سي اس 2. بما ان ا و بي و سي كل اعداد موجبه يعني ان 8 ا بي هادي غتمشي تبقى جذر مربع ديال القيمه المطلقه ديال ا اللي هي ا، وجذر مربع ديال بي وجذر مربع عفوا ا بي اللي هي في الاخير هي ا زائد بي عامل لي بي زائد سي عامل لي سي زائد ا اكبر من او يساوي 8 ا بي سي. التمرين 14 اكس عدد حقيقي بحيث اكس محصور ما بين 5 و 7. نعتبر التعبير التالي، دونك او يساوي اكس اس 2 ناقص 2 اكس ناقص 8. السؤال الاول اطر التعبير او، دونك بالنسبه للتاطير يعني حسب هذه الصيغه دونك خصني نطر اكس اس 2 وخصني نطر ناقص 2 اكس ومن بعد نزيد عليها ناقص 8. دونك اكس محصور ما بين 5 و 7، التاطير ديال اكس ناقص 2 اكس يكفينا نضرب هنا في ناقص 2 غا ناقص 2 وتقلب الاطراف هي ناقص 14 ناقص 10، و اكس اس 2 غنطلع هنا اس 2 ونطلع هنا اس 2 هي 25 49، ومن بعد ندير المجموع باش تعطيني اكس اس 2 ناقص 2 اكس هي 39 هنايا، وهنا 25 ناقص 14 اللي هي 11. اذا بالنسبه لاكس اس 2 ناقص 2 اكس ناقص 8 غادي نقص 8 هذا 31 ونقص 8 هنا هي 3، وبالتالي او محصور ما بين 3 و 31. الوغ السؤال الثاني اللي نتحقق ان او تساوي اكس ناقص 4 ملي اكس زائد 1، يكفي النشر ديال هادي ونخرج في او. دونك اكس ناقص 4 ملي اكس زائد او 2 تساوي اكس اس 2 زائد 2 اكس ناقص 4 اكس ناقص 8 اللي هي تساوي اكس اس 2 ناقص 2 اكس ناقص 8 اللي هي تساوي او.
الو استنتج تأطيرا للعدد او دونك هنا غادي نمشي بالتأطير ديال هاد الصيغة هادي ماشي في الصيغة الأولى اللي هي اكس زائد جوج و اكس ناقص ربعة. دونك التأطير ديال اكس زائد جوج هي سبعة تسعود لأن غادي يزيد جوج الأطراف، و اكس ناقص ربعة غادي نأطرها هي واحد ناقص هي خمسة ناقص ربعة هي واحد و سبعة ناقص ربعة هي تلاتة. بالتالي بما أنهم بجوج هما أعداد موجبة الجدع ديالهم مباشرة غادي يعطيني واحد في سبعة هي سبعة و تلاتة في تسعود هي سبعة وعشرين، يعني أن اكس ناقص ربعة عامل لي اكس زائد جوج محصور ما بين 7 و 27، يعني ان التأطير ديال او محصور ما بين 7 و 27. بالنسبه للثالثة اللي تحقق ان اكس ناقص 1 الكل ستنا ناقص 9 او، يكفي انني ندير النشر وتعطينا في النتيجه في الاخير هي او. لنستنتج تأطيرا اخر ل او باستعمال التأطير، ارى ان اكس ناقص 1 محصور ما بين 4 و 6، و يعني ان اكس اس 2 ناقص 1 الكل ستنا يكون محصور ما بين 16 و 36. من بعد من هنا نقص 9 وتعطيني هنا 7، و هنا 36 ناقص 9 هي 27، يعني نفس التأطير هنايا. دونك حسب السؤال 1 و 2، يعني بالنسبة حسب السؤال ماشي السؤال عفوا النتيجة حسب السؤال واحد واحد جوج تعطينا التأثير ديال هنايا النتيجة الأولى اللي هي تلاتة واحد وتلاتين هنا سبعة سبعة وعشرين، يعني أن في الأخير هي أو محصورة ما بين تلاتة و سبعة وعشرين. ألوغ التمرين 15 إكس و إيكغيك عددا حقيقيا، حيث إكس محصور ما بين واحد جوج و إيكغيك محصور ما بين واحد على جوج و تلاتة على جوج. نعتبر التعبير التالي x أس 2 ناقص y أس 2 زائد x زائد y هو e. السؤال الأول التأطير ديال e، دونك بالنسبة للتأطير ديال e بهذه الصيغة هذه يكفي أننا نأطرو x أس 2 ناقص y أس 2 هو التأطير ديال x زائد y. ألوغ باش نأطرو x ناقص y أس 2 ناقص y أس 2 خاصني نأطر ناقص y أس 2، دونك التأطير ديال هذي خاصني y أس 2 هي الأول. ألو إن إكس محصور ما بين واحد و جوج و إيكغيك محصور ما بين واحد على جوج و تلاتة، إذا بالنسبة لإكس و ستنا غتكون محصورة ما بين واحد و ربعة، و إيكغيك غادي نطلع ستنا هي تعطينا واحد على ربعة تسعود على ربعة، ولكن بما أننا نضرب في العدد غتولي هي ناقص تسعود على ربعة ناقص واحد على ربعة، و عندنا إكس زائد إيكغيك غادي نجمع هاد الأطراف هي واحد زائد واحد على جوج هي تلاتة على جوج، و جوج زائد تلاتة على جوج هي سبعة على جوج، وبالنسبة لنا إكس و ستنا ناقص إيكغيك و ستنا غتولي هي واحد ناقص تسعود على ربعة هي ناقص 5 على 4، و 4 ناقص 1 على 4 هي 16 ناقص 1 على 4 هي 15 على 4، يعني ان او غادي ندير هذه المجموعه ديال الجوج و غادي يعطينا او. بالتالي او محصور ما بين ناقص 5 على 4 زائد 3 على جوج و 15 على 4 زائد 7 على جوج، اللي هي في هذا الطرف تعطينا 29 على 4 وفي هذا الطرف تعطينا 1 على 4. الوغ ثانيا لنتحقق ان او تساوي اكس زائد يكغيك عامل لي اكس ناقص يكغيك، ننشرو هاد الطرف هذا وغادي نخرجو في اكس زائد يكغيك من بعد عامل لي اكس ناقص يكغيك زائد واحد، النشر ديالو في الاخير غادي يعطينا النتيجة هي او. الوغ لدينا يكغيك، دابا نديرو التأطير بالنسبة لنا فوسكو السؤال حدد تأطيرا اخر لي او، دونك التأطير غادي نأطر بهاد الصيغة هادي، دونك نأطر اكس ناقص يكغيك زائد واحد ونأطر اكس زائد يكغيك، اكس زائد يكغيك عندنا ديجا التأطير ديالو هو. دونك غادي يكفي انني نأطر اكس ناقص يكغيك زائد واحد، دونك عندنا يكغيك محصور ما بين واحد على جوج تلاتة على جوج، يعني ان ناقص يكغيك محصور ما بين ناقص تلاتة على جوج ناقص واحد على جوج، وغادي نضيف عليها اكس، يعني ان اكس ناقص يكغيك محصور ما بين واحد ناقص تلاتة على جوج و جوج ناقص واحد على جوج، اي ان اكس ناقص يكغيك محصور ما بين ناقص واحد على جوج و تلاتة على جوج، وغادي نزيد واحد، يعني ان هي واحد على جوج و هنا خمسة على جوج زائد واحد هي سبعة على سبعة على جوج، هنا نزيد واحد هي تلاتة على جوج. عفوا هنا بالنسبة لإكس ناقص يكغيك زائد واحد غتكون خمسة على جوج، لأن زدت واحد على جوج هنا وهنا زدت واحد على جوج، وبالتالي هادو بجوج غادي ندير الجداء ديالهم وهو اللي غادي يعطيني أو، يعني أن إكس زائد يكغيك في إكس ناقص يكغيك زائد واحد غتعطيني واحد على جوج في تلاتة على جوج هي تلاتة على أربعة، وخمسة على جوج في سبعة على جوج هي خمسة وتلاتين على أربعة، وبالتالي او محصور ما بين 3 على 4 و 35 على 4. السؤال الاخير هو استنتج ان او محصور ما بين 3 على 4 و 29 على 4، دونك هنا حاولت ندير واحد المستقيم. الوغ في المرحله الاولى عندنا او محصوره ما بين 3 على 4 و 5 ما بين 1 على 4 عفوا و 29 على 4،
وفي المرحلة الثانية فهي محصورة ما بين 31، ما بين 3 على 4 و35 على 4. وبالتالي أصغر مجال اللي هو ممكن ناخده هو هذا المجال هذا، يعني أن إكس أو محصورة ما بين 3 على 4 و29 على 4. ألوغ التمرين 16 هنا باستعمال المتطابقة العامة والمجالات. ألوغ أو بي، دونك أ محصور ما بين ينتمي إلى ناقص 2 5 و بي ينتمي إلى ناقص 3 ناقص 1. دونك هنا يكفي أن أ محصور ما بين ناقص 2 5، وبالنسبة لبي فهو محصور ما بين ناقص 3 وناقص 1. ألوغ بالنسبة للتبسيط ديال هذا العدد يكفي أن نحسبوا القيمة المطلقة ديال كل واحد، نحددوا القيمة المطلقة. وباش نحددوا القيمة المطلقة يعني خصنا نحددوا الإشارة ديال ما بداخل القيمة المطلقة، يعني واش موجب ولا سالب، باسكو إلا كان موجب تنخليوه وإلا كان سالب تنقلبوا ليه الإشارة ديالو. ألوغ كبداية غادي نأطر العدد الأول اللي هو جوج أ زائد سبعة باش نعرف الإشارة ديالو. دونك التأطير ديال جوج أ زائد سبعة تعطينا أن جوج أ زائد سبعة أكبر من أو يساوي ثلاثة اللي هي أكبر من أو يساوي صفر، يعني أن موجب، وبالتالي القيمة المطلقة ديالو تعطينا هي نفس العدد مغاديش تغير. بالنسبة لبي محصور ما بين ناقص ثلاثة ناقص واحد، ناقص ثلاثة بي غتعطينا محصور ما بين ثلاثة بتسعود يعني موجب، بالتالي ناقص ثلاثة بي غادي تخرج هي ناقص ثلاثة بي لأن ناقص ثلاثة بي موجب. وبالنسبة لبي محصور ما بين ناقص ثلاثة وناقص واحد يعني أن بي زائد ثمانية أكبر من خمسة، يعني أنه أكبر من صفر، وبالتالي فهو موجب، يعني أن القيمة المطلقة ديالو تعطينا هي بي زائد ثمانية. ألوغ بالنسبة لآخر واحد اللي هو اثنان بي ناقص أ، اثنان بي ناقص أ دونك بعد التأثير تلقاو عدد سالب اللي هو أصغر من صفر. دونك بما أن أصغر من صفر يعني أن فاش نخرج القيمة المطلقة خصنا نضرب واحد العدد اللي هو ناقص، اللي هو يساوي اثنان بي ناقص أ اللي هو بالمقلوب هي أ ناقص اثنان بي. وهنا يكفي أنني نعوض كل قيمة مطلقة بالصيغة ديالها، دونك اثنان أ زائد سبعة القيمة المطلقة ديالها هي اثنان أ زائد سبعة، القيمة ناقص ثلاثة بي هي القيمة المطلقة ديالها ناقص ثلاثة بي، بي زائد 8 القيمة المطلقة ديالها هي بي زائد 8، و 2 بي ناقص أ القيمة المطلقة ديالها هي أ ناقص 2 بي. من بعد نحيد الإشارة ونحيد الأقواس، يعطينا هنا 4 أ زائد 14 زائد 3 بي زائد 2 بي زائد 16 ناقص أ زائد 2 بي، وبالتالي في الأخير تعطينا هذه النتيجة اللي هي 3 أ زائد 7 بي زائد 30. ألو آخر تمرين اللي هو التمرين 17. دونك السؤال الأول حدد المجموعات الأعداد الحقيقية التي تحقق x ناقص 1 على 2 أصغر من أو يساوي 1 على 4 كقيمة مطلقة. ألوغ نعرفو أن x ناقص أ بصفة عامة أصغر من أو يساوي أغ، يكفي أن x ناقص أ محصور ما بين ناقص أغ و أغ، يعني أن x ناقص 1 على 2 غادي يكون محصور ما بين ناقص 1 على 4 و 1 على 4، يعني أن غادي نضيفو 1 على 2 غتولي هي ناقص 1 على 4 زائد 1 على 2 x 1 على 4 زائد 1 على 2، يعني أن x محصور ما بين 1 على 4 و 3 على 4، بالتالي مجموعة الأعداد الحقيقية هي اللي محصورة ما بين 1 على 4 و 3 على 4. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو x ناقص 2 أكبر من أو يساوي 1 على 2، يعني أننا x ناقص 1 على 2 ناقص 2 أكبر من أو يساوي 1 على 2، أو x ناقص 2 أصغر من أو يساوي ناقص 1 على 2. بالتالي غادي نرد 2 جهة أخرى تولي زائد 2، يعني x أكبر من أو يساوي 2 زائد 1 على 2، أو x صغر من 2 ناقص 1 على 2. بالتالي x كبر من او يساوي 5 على 2 او x صغر من 3 على 2. هنا كمستقيم مدرج غادي ناخذ الاعداد اللي كبر من 5 على 2 او الاعداد اللي صغر من 3 على 2، بالتالي من ناقص ما لا يتحد 3 على 2 اتحاد المجال 5 على 2 زائد ما لا نهايه. بالنسبه للسؤال الاخير x ناقص 1 كقيمه مطلقه محصور ما بين 1 على 2 و 1، دونك هنا عندي جوج شروط. الشرط الاول هو ان القيمه المطلقه ديال x كبر من صغر من 1، و x ناقص 1 كبر من 1 على 2، دونك بالنسبة لهذه صغر من 1 يعني ان x ناقص 1 محصور ما بين ناقص 1 و 1، وبالنسبة للأخرى ديال x ناقص 1 كبر من أو يساوي 1 على 2 يعني أن x ناقص 1 كبر من أو يساوي 1 على 2 أو صغر من ناقص 1 على 2. دونك البداية غتعطينا أن x محصور ما بين 0 و 2، والأخرى غتعطينا x كبر من أو يساوي 3 على 2 أو x صغر من أو يساوي 1 على 2. دونك في المستقيم المدرج حطيت السؤال الأول أن x كبر من صفر وصغر من جوج، ومن بعد x صغر من أو يساوي 3 على 2، 3 على 2 كبر من أو يساوي 3 على 2 أو صغر من 1 على 2، بالتالي غادي يعطينا فقط هذه المجالات بجوج اللي هو اتحاد المجالين الأول والمجال الثاني، يعني أن x محصور ما بين صفر و 1 على 2 اتحاد 3 على 2 جوج. إلى هنا تأتي نهاية هذه السلسلة أو الجزء الثاني، نضرب لكم موعد في الجزء الثالث إن شاء الله.